لن يخرجوا من غزة، لن يهاجروا. أهل غزة متجذرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، لن يخرجوا من غزة، لن يهاجروا مهما فعلتم أيها القتلة أيها المجرمون. ليس لنا إلا خط واحد، هو العودة إلى أرضنا، إلى ديارنا، إلى أرض آبائنا وأجدادنا. هذا أصبح ليس بعيد المنال بل قريب المنال. إن الضربة الاستراتيجية التي لحقت بكم تقول إن تحريرنا وعودتنا أصبحت قريبة المنال بإذن الله سبحانه وتعالى. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Tak percaya.